تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير معكم بوليرو بطريقة أخرى بالكباري ديالنا. إذا هذا هو الكباري، داير فيه طاي ستوندار هو باش غادي نخدم. إذا غادي ناخد واحد الخط ديال الوسط، غادي ناخد من هنا لهنا على هذا الشكل هذا، وغادي نخلي واحد المسافة اللي هي ديال 60 سنتيم أو 70 سنتيم من لهنا. غادي نخلي هذا المكان هذا غير اللي يكفيني بالنسبة للكورساج ديالي أو الكباري ديالي. الكباري ما كنسميوش كورساج ولا شي حاجة، يمكن نديرو في اليدين، في السروال، في البنطالون. لو كباري هو هاد الوراق ولا هاد البلاستيك على هاد الشكل هذا. إذا بعد ما خديت القاعدة الأساسية ديال الجلابة والفستان ولا هادي، ودرت هذا بهاد الطريقة. إذا غادي ناخد خط مستقيم كما قلت لكم، وغادي نخلي المسافة من هنايا اللي تكفيني. إذا خصو يكون عندي هنايا مستقيم بهذا الشكل هذا. إذا لاحظتوا بهذا الشكل هذا، غادي ناخد في هذا الخط هذا 10 سنتيم، وتكون عندي مستقيمة كذلك ومثال. إذا 10 سنتيم، 10 10، ونعاود نحط خط بهذه الطريقة. أشنو غادي نعمل؟ غادي نحاول ما أمكن نطوي هذا الخط هذا على هذا الخط هذا على هذا الشكل هذا. إذا أنت تقدو ليا الخطوات. إذا غادي نخلي واحد المسافة ديال 14 سنتيمتر هنايا، حتى 20 سنتيم على حسب الطول اللي بقى ليا هنا اللي بغيت أنايا. إذا غادي نحاول ما أمكن نخلي 14 حتى 18، هذا اختياري. غادي ناخذ، إذا لاحظوا معايا، غادي ناخذ هادي، هاد المسافة اللي عندي، واضحة الصورة من عندي. إذا هاد المسافة اللي عندي من هنا لهنايا هي اللي غادي نعمل من هنا لهنايا. إذا عندي 8.5، إذا الطول ديالي من هنا لهنا هو كيبقى طول اختياري ماشي إجباري، شحال داكشي اللي بغيت في البوليرو. مثلا بغيت 70، بغيت أنا داكشي اللي عطاني في البابيي هو اللي غادي نستعمل، لأنه درس هذا بالنسبة ليا كنعملو ليكم. إذا لاحظوا معايا، غادي نشد من هنا هاد العدد اللي عندي في الكتيف ديالي، هو اللي غادي نوضع من هنا لهنايا. العدد اللي عندي في الكتيف، إذا العدد اللي عندي هنايا في الكتيف هو اللي غادي نخرج به دابا. إذا العدد هذا خط الظهر، لا لين ديال لودو، هذا
خط الظهر، هذا دغوار فيل، هذا خط مستقيم. من هذا الخط لهنايا غادي ندير العدد اللي قلت لكم ديال الكتف. اذا بان هذه عندها 38 في الكتف، هذا الكبيري هو اللي غادي نستعمل 38 على هذا الشكل. اذا درت العدد ديالي هنا 38، غادي نجيب البيروكي ولا البيستولي سميو على حساب المسميات ديالكم. الا لاحظتوا راه خدمت غير بالخلف. اذا غادي نحي الكباري ديالي، هذا لو كباري، هذا كباري، عندي كباري اليدين، عندي كباري الجيلي، عندي الفستان، عندي كباري كلشي هادشي صنعتو. اذا ستان كباري جو بونس دبروسكم. يلا البنات، وغادي نشد على هاد الشكل هذا، ولا نحاول ندير الموديليزم ديالي، نفاري الموديل ديالي. اذا الموديليزم كندير بزاف الحوايج على هاد الشكل. اذا لاحظوا معايا جبتو ضايق، غادي نديرو باللون الاسود باش يكون واضح. واضحة فاطمة زهرة؟ واضح. اوكي، ها هو على هاد الشكل هذا لاحظتو. وغادي نجي هنايا لوبا ديالي، غادي ناخذ المسافة ديال لي هونش نقسمها على جوج، او ديري العدد اللي بغيتي. بمعنى في المباشر ديما كنقول لكم في التطبيقات كنختار واحد الثوب اللي هو بخس الثمن اللي كنديروا فيه التجربه. او استاذ علاش ما كتخدمناش بالمينياتور؟ من بعد نخدم بها، ولكن خدموا لي بالكبير باش تحاولي تديري لي سياج. انا الاستفاده كتكون في الكبيره استاذ. شكرا استاذ. اما الصغير لا. شكرا. اذا غادي نشد على هذا الشكل هذا ونجيبو داير على هذا الشكل، ولكن قبل ما ندير الطريقه هذه غادي ناخذ هذا من هنا لهنا ونقسمو على جوج. اذا عندي 28 هنايا، عندي 28 غادي نقسمها على جوج هي 14. لاحظوا غادي نلاقي هذه النقطه مع هذه النقطه ونخرج بهذا الشكل هذا. اذا هاد النقطه مع هاد النقطه ونحاول نجيبو على هاد الشكل هذا. لحظه، وغادي على هاد الشكل على هاد الشكل ونديرو هنايا ان بيتي بو ديغادي. ما قدرتش نديرو بهاد الطريقه، نديرو بهادي. غادي نخرجو لتحت. المسافه اللي غادي نخرج من هنا لهنا كتبقى لك اختياريه بالنسبه بحال بغيتي ديري لي جابو. غادي نحاول نديرها بهذا بهذا الشكل هذا، ونشد بهذا الغون هكذا على حسب داكشي اللي بغيت بالنسبه لهذا البوليرون على هذا الشكل هذا. غادي نرجع لهذه المنطقه هذه، غادي نحاول نشد هذا العدد اللي عندي من هنا لهنا، هو اللي يكون عندي على هذا الشكل هذا. واحد على هذا الشكل هذا، ما بقاش عندي هذا. هنايا لاحظوا كي داير على هذا الشكل وخرج لي على هذا الشكل هذا. غادي ندير هكذا ونديغرادي بهذه الطريقه هذه. غادي ناخذ دابا الخلف ديالي بابي دو سوا بهذه الطريقه، عاد يمكن ليا ناخذ لو دوفون ديالي لكم، غادي نديرو بطريقه اخرى. بالنسبه استاذ قلت لك العدد اللي قلتي، واش من هنا لهنا هو نفس العدد اللي نحطو من هنا لهنا؟ لا، مش هاد النقطه الله يخليك. واخا سي. اذا بالنسبه لنا عندنا هاد العدد اللي عندنا من هنا لهنايا، فوالا هاد العدد اللي عندنا من هنا لهنا مثلا 17 18، يعني العدد اللي عندنا غادي نشدو حنا كاع من خط لا لين دغوات الوسط، خط الوسط نخليهم ديال البليه اللي درنا. غادي ناخذ من هنا لهنا عندنا 26، غادي نجيبو من هنا لهنا وندير 26 بالنسبه لنا لهاد النقطه. هذه راه ما كايناش، ما طلعناش من هنا لهنايا، عندنا على هاد الشكل وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل. غادي نسلخ الخط دابا مفهومه استاذ. اوكي فاطمة زهرة، استفدتي. اذا غادي نهز الخلف ديالي بهاد الطريقه هادي، هانتوما لاحظوا معايا على هاد الشكل، ونجي
ونعمل ديغراداسيون ديالي بهذه الطريقه هذه. إذا القاعدة الأساسية راه عطيتها لكم في الدروس الأولى ديال 2016 2017 راه عندي في القناة ديالي، يعني نتمنى ترجعوا لي فيديو الآخرين تشوفوهم يعني باش تفهموا مزيان القاعدة الأساسية. لحقاش قلت لكم واحد الوقيتة غادي نبقاو نخدموا بالكباغي باش نتهناو يعني من دوك العبارات، نبقى نشد يلاه الخلف الأمام ونبقى شادكم معايا، ما عندنا ما نديرو به كلمة، يعني نطوروا الأسلوب ديالنا باش نخدموا بسرعة. الوقت حاد، يعني الوقت يتطلب السرعه يا بنات. اذا هذا الامام الكلي، انا بغيت نهز الخلف دابا، هذا الامام الكلي انا غادي نحاول نهز الخلف ديالي، الخلف ديالي على هذه الطريقه، وهاد لابليور اللي دايره هنا راه كتصلح بزاف الحوايج الاخوات. المهم كنبغي نعطيكم باش تفهموا شي حوايج. باش نقربكم الحلول البنات اللي كيديروا الموديليست. اذا في الخلف ديالنا لاحظوا اشنو عندنا هنايا، اذا الخلف ديالنا كنجيو شويه عاملين دايرين هكذا، لان الخلف كيتجبد لنا الفوق ديالو وكيرجع كيتيري، على بالكم ها لاحظتوا ها نتوما. فهذا الخلف ديالي، غادي ناخذ الخلف ديالي باش عاد نحكي على الامل. اذا غادي نحاول ما امكن نهز الخلف ديالي اللي هو هذا، غادي نقاد دغوا فيل ديالي بهاد الطريقه هادي با لابين باش نعاود نشد ونقص. يعني اذا صافي هو هذا، غادي نحاول ما امكن ننقص نقرا. اذا لاحظوا غادي نجيو دابا باش غادي نقطعوا الامام ديالنا، لاحظوا معايا شنو غادي ندير. اذا غادي نشد على هذا الشكل، هنايا غادي ندير 11 سنتيمتر، لان هنا الدوره ديال الرقبه عندي في الدوره ديال الرقبه كاين 10 سنتيم، اذا من هنا لهنا غادي نطلع ب 11 سنتيمتر. هاهي 10 سنتيم وواحد المليمتر ولا شي حاجه، اذا غادي نطلع هنايا ب 10 ب 11 سنتيمتر، 11 سنتيم 11 سنتيم لاسباب نتوما تعرفوها، لان هذا غادي يدور كل ليه. اذا الكمام ديالنا هما اللي غادي نتصلوا معاكم في الحلقه المجيه ان شاء الله، غادي نديروا في التوب
يعني ولي مونش هنايا تنديرهم في الثوب، ما كاينلاش نضيع الوقت ونضيع الوراق فيهم. اذا ما بقى لي الا نودعكم في امان الله في الحلقه ديال الخياطه ديالو ان شاء الله باذن الله.